بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حضرتنا هنتكلم عن التروما presented by مرفت ممدوح، مدرس بكلية التمريض قسم التمريض الباطني الجراحي كايرو يونيفرسيتي. طيب، نقطة تانية بنتكلم عليها تخص الهامورج، وهي الميلينا. والميلينا اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هو blood by bare rectum، يعني ال bleeding within the bowel، يعني العيان eliminate bleeding. ايه هي الكوزس بتاعها؟ ممكن نتيجة ان العيان بياخد ال non-steroidal drugs لفترة طويلة او وقت طويل، وسبيشالي دوت عند الالدري. ممكن يكون نتيجة ان في هيمورويدز اللي هي بواسير، ودوت ممكن لو انا شفت البلاد اللي مع الستول او اللي بينزل دوت فرايت بلاد، على طول اعرف ان احتمال يكون في بواسير او اللي هي الهيمورويدز. Possibility of malignancy should always be considered, especially if the patient reports any change of bowel habits. طبعا في حالة ان في ميلينا والعيان كمان بيكمبلين ان عنده abnormality في البول habits، ممكن I suspect او اشك ان ممكن يكون في malignancy or cancer. constipation result in anal fissure. لو برضو العيان ده بيشتكي من constipation وقت طويل وstraining، ممكن ده كمان يعمل لي anal fissure، والanal fissure اللي هو شرخ في الانوس، ده ممكن يسبب لي برضو rectal bleeding. طب ايه الدياجنوزس بتاع الميلينا؟ ستول سامبل فور اوكلت بلاد، بياخدوا ستول سامبل علشان يعملوا اكزامينيشن للستول. و البيشنت طبعا ان كيس الميلينا از داركر و از تو ماتش، لازم يروح الهوسبيتال عشان يعملوا كومبليت انفستيجيشن ويعمل كولونوسكوبي علشان نشوف ايه البروبلم بالظبط. A doctor should examine all patients with unexplained bleeding. طبعا لو البليدنج ما احناش عارفين له سبب، ولا هو هيمورايدز ولا اي حاجة واضحة قدامنا، لازم العيان ده يبقى يتعمل له complete examination وكولونوسكوبي علشان نشوف الدنيا فيها ايه. بيقول ان ممكن بعض الالدري بيبقى عندهم مشاكل زي الدايفرتيكولوزس، وممكن تكون دي سبب ال bleeding او الميلينا بتاعته. نتكلم عن الابستاكسس. ايه هو الابستاكسس؟ الابستاكسس is bleeding from nose and it is very common عند children، اللي هو اللي بيسموه الرعاف. برضو احنا بنقول ان هو common عند children، but it can be also in adult لما يكون في small artery او capillary بيحصل لها rupture، ممكن يعمل لي bleeding. Hypertension should be ruled out as a case of or as a cause of nose bleeding. طبعا لو انا عندي adult person وعنده epistaxis، لازم اسال العيان ده هايبرتنسيف ولا لا، ضغطه عالي، اقيس له الضغط، هل هو بياخد علاج للضغط، لان ده ممكن يكون سبب من الاسباب اللي تعمل لي ابيستاكسس. excessive dryness of the mucosa and trauma including nose picking can lead to bleeding. لو النوز دايما دراي والميوكوزا داخل النوز دراي وفيها كراكلز قشره كده، والاطفال عاده بيرموف القشر دوت او حتى الكبار، ممكن تعمل لي رابتشر للسمول كابيلوريز وتعمل لي بليدنج. A clot that has formed in the nostril should be left alone and not
blown out as this will restart bleeding. يعني ايه؟ بيقول لو بعد البليدنج ما خلص حصل زي كلوت كده فورميشن اللي هي تجلط، يفضل ان احنا we don't remove it او نشيلها، علشان ده ممكن يسبب ان يحصل restart او البليدنج start تاني. ايه ممكن يكون التريتمنت؟ ممكن ادي انتيسيبتيك كريمز، ممكن اعمل بلود تيست علشان اشوف البيشنت ده، وخصوصا بعض البيشنت بياخدوا انتي كواجولانت دراج اللي هي مضادة للتجلط، لازم اعمل له بلود تيست عشان اشوف الاخبار الكواجوليشن بتاعه ايه. طبعا في حالة الامرجنسي ابستاكسيس لازم اعمل سمبل بريشر تكنيك على النوز، والهيد تكون داون ما تكونش فورورد او للخلف. If simple pressure technique does not stop the bleeding, then the nose may need to be packed. يعني نحشي النوز. لو انا simple pressure اللي انا بعمله دوت والهيد داون ما حصلش وستيل البليدنج شغال، المفروض ان انا بعمل ايه؟ بعمل packing بأي جوز، وبحشي النوز دي علشان أسدها وأعمل ستوب للبليدنج. وبعد كده العيان ده المفروض يروح للسورجن أو الـ ENT department. Occasionally a patient will need hospital admission if the bleeding still not stop. طبعا في حالات frequent bleeding ومش قادر أوقفه، العيان لازم يحصل له admission ويروح المستشفى. Hemorrhagic shock. Hemorrhagic shock can quickly arise in the traumatically injured patient. يعني طبعا مع ال severe bleeding والهيموريج في بعض الحالات ممكن يحصل شوك للبيشنت، يبقى unconscious ويحصل له صدمة. ايه الميجور كوزس؟ ليفر اور سبلين انجري، خاصة لو في انجري للليفر والسبلين وبيبقى في سيفير هيموريج من السبلين او الليفر. ماسيف هيموثوركس، يعني بليدنج اراوند الشيست او اللونج وبتكون ماسيف يعني كتير. Exsanguination peripheral arterial injuries برضو معناها ان يبقى في سيفير وكمية كبيرة من peripheral artery trauma او injuries فعملت severe bleeding. Pelvic fracture long bone fracture، كل ده ممكن يخلي العيان يدخل فيه hemorrhagic shock. كمان retroperitoneal hematoma، لو في اي bleeding او injury او pressure في البروتينيال كافيتي وعمل bleeding، كل ده ممكن يسبب لي hemorrhagic. ايه هي الدياجنوزس بتاع الهيموراجيك شوك؟ طبعا بسأل العيان قبليها العيان ده عنده اي problems ولا لا، وبعمل له blood investigation، وطبعا بلاقي العيان ده طبعا من البليدنج حصل له انيميا. ممكن كمان يحصل cardiac tamponade او tension pneumothorax. cardiac tamponade يعني في bleeding او fluids around الكارديا وعاملة compression على الهارت فالهارت مش قادر يبم، و tension pneumothorax برضو presence of air around اللونج وبرضو اللونج كانت يعني freeze effectively. طب ايه هي treatment؟ rapid transfusion of blood and blood product، بسرعة بندي blood وبندي blood product بلازما او whole blood، وطبعا infuse fluids عشان الشوك. control bleeding، والعيان ده لازم طبعا بيخش hospital وتعمل له surgery علشان اذا كان في السبلين injury السبلين او الليفر، ويعمله stop للبليدنج ويعمل operation. طيب هنتكلم عن حاجة تانية من التروماز او انواع الانجريز اللي هي الـ spinal cord injury.
It's a traumatic injury to the spinal cord caused by contusion, compression, or transection of the cord. يعني الانجري للسباينال كورد او اللي هو العمود الفقري نتيجة ان في كومبريشن ضغط نتيجة كونتيوجن خبطة، كل ده ممكن يعمل لي انجري للسباينال كورد ويعمل لي سباينال كورد انجريز. After the initial cord compression, small hemorrhage occur in the central gray matter. The expansion and increase in the number of hemorrhage area can cause more compression, edema, and finally necrosis of the cord. طبعا بيقول لك هنا مع الكمبريشن والبليدنج، لما يحصل كومبريشن هيحصل بليدنج، لما البليدنج يحصل لها اكوميليشن بتعمل لي كومبريشن تاني وأديما على الكورد نفسه، وبالتالي بتعمل نيكروزس ودفس للأريا اللي فيها الإديمة أو اللي فيها هامورج للبارت دوت اللي فيه الكورد. طيب نتكلم عن الكلاسيفيكيشن اوف سباينال كورد انجري. طبعا كلنا عارفين أهمية السباينال كورد وقد ايه في لينك ما بين السباينال كورد والبرين، وان السباينال الكورد بتاعنا بيوصل المسج للبرين، يقوم البرين يوصل المسج لبقية الجسم. فلما يكون في سباينال كورد انجري it's a very serious problem. عندي الكلاسيفيكيشن either تكون complete lesion او incomplete lesion. يعني ايه complete lesion؟ يعني involve a total loss of sensation والموتور، يعني ما فيش اي مسج هتروح للبرين، وخاصة في فيما يخص الاريا اللي بحت اللي تحت الانجري، فهنلاقي ان ما فيش لا sensation ولا motor function خالص. بينما ال incomplete lesion بتبقى اخف شوية، بيبقى في some sort of sensation او motor function للاريا اللي تحت الانجري. ايه هو الكوزز؟ زي ما قلنا الكوزز is trauma واي kind of trauma زي الموتور فيهيكل اكسيدنت، الفولز، الجان شوت، الستاب وند، او لو حالات الدايفنج او اللي هما بينط في حمامات السباحة وممكن يحصل له انجري. ايه الريسك فاكتور اوف سباينال كورد انجري؟ طبعا الايج والجندر والالكوهول انتيك والدراج ابيوز او اليوز. الايج الالدري طبعا، ولو السمول تشيلدرن فيري يونج تشيلدرن او الانفنت ممكن يكون لايبل للانجري، اللي بياخدوا الكحول او دراجز ابيوز كل دول ممكن يكون عندهم ريسك فور انجري. ايه الكلينيكال مانيفستيشن بتاع السباينال كورد انجري؟ بيبقى فيه هاي بلاد بريشر، بيبقى فيه هيديك، فيه سويتنج، فيه بلورد فيجن، فيه بريدي كارديا. طبعا مع الاكزامينيشن بنلاقي يا اما كوادريبليجيا او بارابليجيا. كوادريبليجيا اللي هي الشلل النصفي او الشلل الرباعي، بارابليجيا كومبليت باراليسيس اوف ريسبيراتوري فانكشن. نلاقي الشيست موفمنت مفيش، او حصل باراليسيس للشيست موفمنت. الباول والبلادر حصل لهم باراليسيس او شلل برضو، فتلاقي الباول والبلادر dysfunction. loss of pain او temperature sensation، مش حاسس لا بالبين ولا temperature ولا اي شكة العيان يقدر يحس بيها. spinal shock occur when there is an abrupt loss of continuity between the spinal cord and the higher nerve center with complete loss of all reflexes. زي ما قلت لكم لما يحصل complete lesion بيحصل complete loss للreflexes وما فيش اي حاجة بتوصل للbrain، فده ممكن يعمل لي complete paralysis. normally this spinal shock lasts من 7 لـ10 days and when it begins resolution the flaccidity change to a plastic type of paralysis
طبعا حتى لو هيبدأ يحصل هيلينج شوية، هيبقى فيه فلاسيديتي والحركة والموفمنت أو الموتور بتاع المكان، الأفكتد بليس هيكون أقل بكتير من الأول، ويبقى فيه سام سورت اوف باراليسيس. ايه هو التريتمنت؟ طبعا عندنا ميديكال تريتمنت، العيان ده بياخدوا له ارتيريال بلاد جازز علشان يشوفوا الاكسجين ساتوريشن بتاعه ويشوفوا العيان محتاج اكسجين ولا لا. بنعمل شيست اكس راي، سباينال اكس راي، سي تي سكان، ام ار اي. ممكن العيان ده يدخل لسيرجري لو في حالة انه محتاج يعملوا له ستابلايز لأي فراكتشر في السباين، او يعملوا له اي ريبير لأي تروماتيك انجرس. ممكن يحتاج تراكشن، تراكشن اللي هو الشد علشان تو ستابلايز الفراكتشر او يعمل الفرتبرال كولوم يخليه ستابلايز وما يتحركش ومنتين حركته علشان ما يحصلش مور دينجرس افكت. يعني ايه هي النورسينج انترفنشن؟ طبعا مهم جدا ان انا بمونيتور الفيتال ساينز والبلاد بريشر والهارت ريت للعيان دوت كونتينيوسلي لغايه ما الحاله تبقى ستيبل. بيعملوا اي كي جي علشان يشوفوا اي تشينجز في البرين. بنعمل ندي اكسجين ونشوف الاكسجين ساتوريشن، لو هو اقل من 90 بدي اكسجين، وممكن اعمل ساكشننج لو العيان محتاج. وطبعا دايما يفضل بري اكسجينيشن قبل الساكشننج، ان ادي كميه اكسجين قبل ما اعمل ساكشننج. بدي ميديكيشن للعيان وبانستراكت ان يحصل افويدنس او نخلي العيان يو افويد اللي هي الفالسالفا تايب مانوفر اللي هو الاستريننج الجامد علشان ما يعملش دينجرس لل assess respiratory status والايرواي والفنتيليشن زي ما احنا اتفقنا في كل الامرجنسي بتاع التروما. قلنا الاكسجين ساتوريشن، ساكشن بيشنت، بروفايد اكسجين، هيوميديفايد اكسجين، انستراكت الفاميلي تو دو تكنيكس علشان الكافينج وريبوزيشننج والساكشننج. لو طبعا العيان ده هيخرج بحالة معينة البيت لازم بعمله ديسشارج بلان، وبعلم الفاميلي ازاي يعملوا له كافينج اكسرسايز، يعملوا له ريبوزيشننج لو هو ما بيتحركش، وازاي يحطوه على جنب اليمين وجنب الشمال وكل كام ساعة يقلبوا العيان. نكمل نورسينج انترفينشن، بنقول ان احنا المفروض بنمونيتور التمبريتشر افري 2 اورز لغاية ما حالة العيان تبقى ستابلايزد، ممكن كل 4، ممكن بعد كده كل 8 على حسب الكيس او الكونديشن بتاع البيشنت. اوبزرف فور ماسل اتروفي اند ويستنج، مهم جدا ان احنا مونيتور الماسلز بتاعت العيان ونشوف العيان يقدر يحرك ايه من اللمس بتاعته. لازم يكون في فيزيوثيرابيست علشان يتابع البيشنت ويشوف اذا كان يقدر يعمل اي كايند اوف اكتيفيتي. اسيست ويز بروفايد رينج اوف موشن اكسرسايز، بحاول اعلم العيان او لو هو ما يقدرش يحرك رجله انا اللي بحرك له رجله وبعمل اكسرسايز لللمس بتاعته. بعمل ريبوزيشن كل 2 ساعة، منتين التراكشن اللي هي الشدة بتاعت السيرفايكل لو موجودة واحافظ عليها ان الاينمنت بتاعها. مونيتور انتيك واوت بوت اللي هي الفلويد انتيك واوت بوت، لازم نعمل لها مونيتورينج وريكوردينج. طيب هنتكلم دلوقتي عن شوك، وهي برضو كايند من التروما. وايه هي الشوك؟ بنقول شوك is a life threatening condition with a variety of underlying causes. It is characterized by inadequate tissue profusion. If
untreated it will cause death. شوك يعني صدمة، وليها أسباب causing كتير، والمين cause بتاعها إن مفيش enough perfusion للتشو، مفيش enough blood supplies واصل للتشو. Shock can be best defined as a condition in which systemic blood pressure is inadequate. يعني ال blood inadequate to deliver oxygen and nutrients to the vital organ and cellular function. مفيش enough blood، مفيش enough oxygen، علشان كده مفيش enough nutrients لل vital organ. Shock may result from inadequate oxygen delivery to the tissue في حالات الهايبوفوليميا، الأنيميا، السبسيس أو الأنافلاكسيس. إيه الكلاسيفيكيشن أو types of shock؟ عندي الكلاسيفيكيشن أو types based on two types. أول types نتيجة low blood flow shock، أو النتيجة إن الكمية البلد اللي موجود قليل، زي a hypovolemic shock والكارديوجينيك شوك. وعندي بقى النوع الثاني اللي هو مال او مال disruption of the blood، يعني في اعاقة للبلود فلو، يعني هو كميته كويسة ولكن في حاجة بتعوقه، فده ممكن يعمل لي سبتك شوك او نيوروجينيك شوك او انافلاكتيك شوك او what we call it obstructive shock. ودي منلي لما يكون العيان عنده pulmonary embolism او تنشن نوموثوركس او تمبوناد اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده. طيب ايه هي الريسك فاكتورز؟ طيب الجدول اللي قدامنا جايب لي كل التايبس اوف او الكومن تايبس اوف شوك، الهايبوفوليميك والكارديوجونيك والسبتيك شوك والنيوروجينيك شوك والانافلاكتيك، وحاطط لنا الريسك فاكتور لكل واحد. طبعا هايبوفوليميك يعني مفيش بلود، مفيش فلويدز، مفيش enough بلود، فبيقول سببها او الريسك فاكتور بتاعها واحد external fluid او blood loss او internal fluid shift. نتيجة ال external بقى نتيجة ان في diarrhea، vomiting، bleeding، trauma، surgery. ال internal ممكن يكون في burn، في ascites، في dehydration. ده بالنسبة للهايبوفوليميك. الكارديوجونيك شوك مني أسبابها related للهارت أو الكاردياك، وهنا كاتب لك coronary factors منها ال MI، العيان يبقى عنده myocardial infarction اللي هي الذبحة القلبية، أو نتيجة إن العيان يبقى عنده cardiomyopathy enlargement للهارت، عنده كاردياك تامبوناد اللي احنا قلنا عليها فلويدز او بليدنج اراوند الكارديا وعامله كومبريشن، عنده ديسريزمياز ومشاكل في الهارت. سيبتك شوك، وما اسباب السيبتك شوك؟ نتيجه انه في انفكشن في البلاد، ودي ممكن تكون اسبابها انه في العيان بياخد اميونو سبريشن، الحاجات اللي بتسبريس الاميونيتي، او نتيجه ان في اكستريم ايج، الايج اللي هو صغير قوي او الكبير قوي، malnutrition، chronic illness أو invasive procedure. neurogenic shock mainly هتبقى أسبابها spinal cord injury، anesthesia، بياخد medication معينة بتعمل depression للbrain والspine، أو نتيجة إن في glucose deficiency. What about the anaphylactic shock؟ الأنافلاكتيك نتيجة hypersensitivity reaction، ممكن يكون العيان ده او الشخص ده اخد blood product ما هيش matching فعملت له hypersensitivity reaction، ممكن نتيجة بعض drugs، ممكن insect bites، ممكن foods، ممكن vaccine او اي environmental agent عملت له sensitivity وحساسية، فممكن توصل ل anaphylactic shock. stages of shock عندنا 3 stages. أول stage بيسموها compensatory stage. وإيه هي compensatory stage؟ patient blood pressure remain within normal، اللي هي بقى بيحاول أول مع وجود التروما أو حصل مشاكل risk factors يبدأ الجسم to fight ويعمل control
وفي الحالة دي في الكومبنساتوري ستيج اللي هي الفترة التعويضية البيشنت بلاد بريشر بيفضل ويزن نورمال، يحصل انكريس شوية في الهارت ريت وانكريس في الكونتراكتيليتي بتاعة الهارت علشان يومنتين الانف بلاد للبادي بتاعه. وممكن في بعض الحالات الكومبنساتوري ستيج بتنتهي بان العيان يرجع للنورمال كيس بتاعته او النورمال كونديشن بتاعته. الستيج اللي بعدها اللي هي البروجريسيف ستيج، لما يحصل فيلينج بقى الكومبنساتوري ستيج فيل، مش قادرة تكومبنسيت ومش قادر الهارت انه يكومبنسيت ويبعت ويضخ بلاد كفاية، تبدأ البروجريسيف ستيج ويبقى فيها برلونجد فازو كونستريكشن، يعني ضيق في كل الأوعية الدموية، وبالتالي البلاد مش هيروح للفيتال اورجان لفترة معينة. الريفرسبل طبعا لو ما تعالجتش البروجريسيف ستيج ونبدأ ندي فلويدز ونعالج العيان، العيان ويل داي. الريفرسبل ستيج طبعا الريفرسبل يعني خلاص ملهاش حل، ستيج بيوصل للبوينت ان الاورجان حصل لها دامج نتيجة ان البلاد اللي رايح لها قليل وما فيش نوترنت وما فيش اكسجين، فممكن تؤدي الستيج دي الى ديث او العيان يموت. ايه هي الكلينيكال بريزنتيشن اوف شوك؟ طبعا معروف عيان في شوك اكيد عنده تاكيبنيا، عنده تاكي كارديا، هاي بوتنشال، بلاد بريشر فيري لو، هيبقى في disturbance في المنتال ستيت، هيبقى في اوليجيوريا اللي هي ديكريز في الاوتبوت او اليورين. ايه هي المانجمنت استراتيجي بتاعتي للعيان عنده شوك؟ طبعا اهم حاجة فلويد ريبليسمنت عشان ريستور البلاد لوس او الفلويد لوس ونزود كمية البلاد. بدي حاجة فازو موتور علشان امبروف الفانكشن بتاع الهارت. بعمل نيوتريشنال سبورت علشان اساعد العيان انه تو سيرفايف. طيب السلايد ده بيقول لنا كده الامرجنسي بتاع اي حالة شوك، بيقول لك اول حاجة المفروض تؤسس البيشنت اكسجين ريت ونشوف الساتوريشن، ولازم احط العيان على اكسجين 100%، ولازم اركب كانيولا لارج كانيولا علشان العيان ده ممكن يخش عمليات، والبوزيشن لازم احطه في الفلات ويز ليج اليفيتد، وده بسميه تراندلينج بيرج بوزيشن، وده البوزيشن ده علشان يخلي البلاد فلو يروح للبرين علشان ما نمنعش البرين من ان يجيله بلاد ويحصل دامج للبرين. ايه هي المانجمنت اوف شوك؟ اهم حاجة اول حاجة اساس الاي بي سي اللي هي الايروي بريزنج سيركوليشن وتريت اكوردنجلي، لو ما فيش بريزنج بدي امبو باجينج، بدي اكسجين، فيش بلس بعمل كومبريشن، كوريكت الهايبوكسيا بالاكسجين، تراكيال انتيوبيشن، ممكن العيان ده يحتاج ان احنا نعمل له انتيوبيشن ونحط له اندو تراكيال تيوب، هنحط اي في طبعا اكسس كانيولا تو كانيولاز على الاقل علشان ممكن العيان يدخل عمليات، ممكن اعمل arterial line should be used علشان to monitor the blood pressure correctly، correct the hypovolemia باني ادي fluids وادي crystalloid وcolloid، وممكن ادي blood، ممكن ادي كمان adrenaline علشان اللي هو the vasoconstrictor effect. طيب ايه تاني من المانجمنت؟ باخد blood sampling واعمل culture للعيان عشان اشوف اذا كان في infection تبقى septic shock، واشوف ايه نوع الانتيبيوتيك اللي هديهوله، observe for changes في level of consciousness، واعمل glasgow coma scale بتاع العيان على طول، وبشوف ال output بتاع العيان اليورين output واشوف السكن بتاعه.
بروموت البيشنت سيفتي، مهم جدا احافظ على البيشنت سيفتي، وخاصه لو هو البيشنت انكونشس. مونيتور ذا بيشنت ستاتس ديورينج تريتمنت اند اسيس ذا ايميديت افكت اوف ذا تريتمنت. طبعا بدي الميديكيشن as prescribed، ويهمني اشوف الميديكيشن ايه الافكت بتاعها، ومونيتور العيان وانا بدي اي ميديكيشن او بدي بلاد ترانسفيوجن. Assess the response of the patient and family to crisis and treatment. مهم جدا انه اشوف الاموشنال ريسبونس بتاع البيشنت وبتاع الفاميلي، واشوف قد ايه هم بيعملوا كوبينج للتريتمنت اللي احنا بنديهم. كده نبقى خلصنا المحاضرة، وأرجو إن تكونوا استفدتوا، وشكرا لاستماعكم.